الأول بلش نزل علينا صاروخ تقريبا بحدود الساعة 2 في 16 كبير ما انفجر، خرق البيت كله ونزل وعمل حفرة تحت البيت كمان، فمسافة بس ما قلت لهم بسرعة لموا حالكم بدنا نخلي، وصلت باب البيت بس إنه أوسع لهم إنهم يطلعوا، فما كان مجال، ما لحقتش دوبني شلت شوية حجار من الباب لأنه الصاروخ دمر بيت الدرج بالأول، فكنت أطلعهم ما صار مجال. الصاروخ الثاني كان أقل من 3 دقائق بالضبط، فكانت الأمور والله صعبة كتير. أهلي كانوا موزعين بين الطابق الأول والطابق الثاني، فنزلت العمارة كلها كاملة، فأنا بحكم أني كنت في بيت الدرج الصاروخ رماني في نص البيت، فكانت الأمور شوية صعبة أو صعبة كتير. الله يرحمهم يحسن إليهم. كم شهيد؟ تقريبا 21، تم انتشال 6 وباقي 15 تحت الأنقاض.